أهلا من جديد. أظهرت نتائج دراسات مختلفة ارتفاع معدل مرض الربو لدى السعوديين، حيث تتراوح النسبة بين 18 إلى 24%، والربو يصيب الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، غير أنه يبدأ عادة في عمر الطفولة ويمكن علاجه إذا تم الالتزام بالدواء. للحديث أكثر عن موضوع الربو ينضم إلينا من جدة الدكتور زهد الإمام، عضو جمعية أطباء صدر الأطفال السعودية واستشاري أمراض الرئة والتنفس في مركز الطبي الدولي. صباح الخير دكتور زهدي، دعنا نبدأ من أسباب زيادة ارتفاع نسب المصابين بالربو في السعودية، هل من أسباب معينة أدت لهذا الارتفاع؟ طبعا الحقيقة مرض الربو هو مرض منتشر في جميع أنحاء العالم، والزيادة في نسبة أمراض الربو عند الأطفال أو بشكل عام حتى عند الكبار ليست محصورة في منطقة في السعودية وفي منطقة الخليج العربي، وإنما حتى مرتفعة بشكل عام، ارتفعت خلال تقريبا 30 سنة الماضية. لكن هناك دراسات كثيرة يعني قامت في مناطق مختلفة من البلاد، وهناك يعني فرضيات حول سبب ارتفاع معدل نسبة الربو في المنطقة، ربما قد يكون عائد لما يسمى اللايف ستايل اللي هو أسلوب الحياة، تغير أسلوب حياة الناس اللي هو يعتمد على اللي هو يتضمن موضوع التدخين، أحيانا الاعتماد على الأغذية السريعة، دخول مواد كيماوية جديدة في حياتنا، الجو العام مختلف، أصبح مختلف، ربما قد يكون له علاقة بحياتنا اللي فيها الموضوع التكييف، المساحات المغلقة. نعم. كثير من الأسباب طبعا، وإضافة إلى ذلك موضوع التطور الصناعي وتلوث. نعم. الهواء. طيب دكتور، أنت ذكرت التدخين، فهل قصدك أنه التدخين يسبب الإصابة بالربو، أم أنه مثلا تدخين الأهل يسبب إصابة الأطفال أيضا؟ نعم، الموضوع التدخين، موضوع العوامل الأخرى اللي تؤثر على الربو، هي ليست يعني ما بنستطيع نقول أنه التدخين يسبب الربو، لكن هناك استعداد عند بعض الناس والأطفال لظهور أعراض الربو لديهم، قد يكون هناك عامل وراثي، قد يكون هناك عامل بيئي على مدى الزمن، قد يكون هناك عوامل ربما قد تكون أثرت على الطفل أثناء الحمل، لكن ما من شك أن تلوث الهواء والتدخين بشكل خاص يعني يؤثر ويهيج القصبات الهوائية، ولذلك أول شيء نتكلم عنه كأطباء صدر سواء مع الكبار أو الأطفال نسألهم عن موضوع التدخين، هل هناك أحد يدخن؟ هل هناك أحد من أفراد الأسرة يدخن؟ حتى موضوع التدخين في غرفة أخرى، هذا الشيء أيضا غير مقبول، كون سحابة الدخان تنتقل يعني ليس لها حدود، تنتقل من غرفة إلى غرفة، ملابس الإنسان كلها دخان يعني، وأصبحوا يتكلموا ليس عن موضوع التدخين السلبي اللي هو السكند هاند سموكينج اللي هو الإنسان المجاور لشخص المدخن. نعم. يستنشق، وإنما أيضا ما يسمى ثيرد هاند سموكينج اللي هو امتصاص مادة النيكوتين وغيرها بالجلد وخاصة عند الأطفال والملابس. طب دكتور، من هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الربو؟ لأي مدى عامل الوراثة بيلعب دور؟ طبعا الربو هو مرض يعني متعدد العوامل، مثل ما يعني ذكرت العامل الوراثي عامل أساسي، العامل البيئي عامل آخر، وعوامل أخرى كثيرة. طبعا الربو وصفير الصدر وصعوبات التنفس نشاهده أكثر عند الأطفال، يعني بتلاقي نسبة الأطفال ما يسمى ما عندهم بالربو أو حساسية الصدر تلاقي فيه نسبة عالية. نعم. نسبة للكبار، لكن الدراسات وجدت على أنه في نسبة كبيرة منهم قد تكون تصل إلى 30% أو أكثر من هؤلاء الأطفال على مدى الزمن ممكن أنه تختفي عندهم أعراض الربو وربما ما تعود نهائيا، وبعض الأطفال ممكن أنه تظهر عندهم تبقى عندهم أعراض الربو، ومنهم من يعني تختفي أو يبدو لنا أنها تختفي بشكل مؤقت لتظهر مرة أخرى في العقد الثالث أو الرابع من العمر. طيب متى يمكن اكتشاف أنه الأطفال يعني عندهم إصابة بالربو، وما هي الأعراض اللي لازم الأهل يعني وقتها ياخدوهم عند الطبيب على الفور؟ نعم، الموضوع الربو، تشخيص الربو عفوا عادة لا يشخص الربو في أول الأشهر الأولى من حياة الطفل. نعم. لأنه تشخيص الربو يعتمد على موضوع تكرار الأعراض،
يعني هناك أعراض معينة اللي هي السعال، الكحة يعني، صفير الصدر، ضيق النفس، الكحة اللي تستمر فترات أطول من المعتاد بعد ما الإنسان يصاب بمرض يعني التهاب تنفسي، زكام وغيره. فمثلا السعال يظهر عندما يتعرض الإنسان لتغيرات في الجو، يعني انتقل من غرفة باردة إلى غرفة ساخنة أو بالعكس، غبار في الجو، روائح قوية، ظهرت عنده الأعراض. تكرر هذه الأعراض بشكل دوري، هذا اللي يساعد على أو هذا اللي ينبه أنه ربما هذا الشخص حتى الكبير ربما يكون عنده ربو. أما تشخيص الربو في بداية حياة الطفل عادة يعني ما يشخص في البداية، يعني موضوع تكرار الأعراض والمثيرات المحفزة هي اللي بتنبه إلى أنه ربما يكون عنده ربو. بس دكتور، أغلب الأعراض اللي أنت ذكرتها يعني شبيهة بأعراض الحساسية، فكيف الشخص خاصة الأهل ممكن يعني يعرفوا الفرق بينهم؟ هو يعني كلمة حساسية هي كلمة عامة يستخدمها الناس، حتى لما كنت في أمريكا بيستخدموا شيء اسمه chest allergy، حساسية الصدر، فهو كلمة مرادفة للربو. الناس عندها تخوف شديد من كلمة الربو، والربو مرتبطة بموضوع بالشخص اللي يعاني من ضيق تنفس يكاد يموت، والبخاخ عنده في كل الأوقات في جيبه وفي المستشفى، ويعني هذا كلمة الربو بالنسبة لمعظم الناس. لكن أصبح هناك يعني على مدى الزمن شوي وعي أكثر ووضوح أكثر بالنسبة لكلمة الربو والحساسية، وإنما هي الربو والحساسية، حساسية صدر هي واحدة، إنما ربما يكون الشخص عنده ربو ويتحسس من بعض المواد اللي هي في الطعام أو في الجو، غبار الطلع، فبيقول عنده ربو تحسسي. طيب يعني إلى هذا سؤالك. طيب دكتور، يعني دائما يمكن أكثر العلاجات الشائعة اللي هو استخدام البخاخات تحديدا، وبنشوف مثلا أحيانا كثير في الأفلام أنه مثلا شخص تجيله نوبة ربو والبخاخ ما يكون جنبه ويموت، فصارت الناس عندها ارتباط يعني مفزع بالموضوع، هل فعلا في رابط ولا بس دراما يعني؟ لا، هو الحقيقة طبعا ما في شك أنه في بعض الناس عندهم ربو شديد، وربما فعلا يعني بتأتي هجمة الربو بشكل شديد جدا، لكن الحمد لله هؤلاء نسبتهم قليلة جدا من الناس، ولذلك يعني عادة طبعا بكل الأحوال المريض الربو يجب أنه يكون معه البخاخ اللي هو موسع القصبات معه في جيبه طول الوقت. موضوع البخاخات والأدوية الاستنشاقية هو موضوع الناس متخوفة منه، لكن لو رجعنا في التاريخ لمدة 40 أو 50 سنة سابقة، نعم، إلى حد قريب كانت أدوية الربو المستخدمة هي أدوية عن طريق الفم، وكان الدواء الشهير هو دواء الكورتيزون اللي طبعا الكل بيخاف منه، لكن كانوا ياخذوه عن طريق الفم. الكورتيزون ومادة الكورتيزون ومشتقاتها هي من أهم الأدوية اللي تستخدم حتى الآن في علاج الربو، لكن بسبب موضوع الآثار الجانبية العلماء طوروا طريقة جديدة لإعطاء هذا الدواء بحيث يصل للقصبات الهوائية من غير ما يسبب آثار جانبية، وهذا هو مبدأ البخاخ والإرذاذ. أيوة. الناس عندها تخوف من هذا الموضوع، طبعا هذا التخوف في محله، لكن الدراسات الآن والتطور العلمي يعني جعل أنه ما عاد في تخوف من هذا الأمر. ليش؟ لأنه معظم الأدوية المستخدمة في البخاخات جرعتها قليلة جدا، عم نتكلم بالمايكروغرام مقارنة مع المليغرام اللي هو 1000 ضعف كان الناس يأخذوا عن طريق الفم. البخاخات ليس يعني هناك إدمان، هذا طبعا كثير من الناس بيتكلموا عن موضوع الإدمان، ليس هناك إدمان بالنسبة للبخاخات. الإدمان يعني أنه الإنسان إذا أوقف الدواء تظهر عنده آثار شديدة جدا ويسعف إلى المستشفى، هذا الكلام ليس صحيحا. دكتور، بشكل جدا صريح، أجهزة تنقية الهواء تنفع ولا مضرة؟ نعم، والله يعني بشكل عام يعني في طبعا لا زال هناك دراسات، يعني منها ما يقول انه والله اجهزه تنقيه الهواء، اجهزه ترطيب الهواء مفيده، ومنها ما يقول انه ليس لها يعني كثير من الفائده، لكن لا شك انه لما يكون الجو المحيط بالشخص يعني اقرب ما يكون انه نقي فهذا طبعا مفيد، لكن ما في داعي انه الانسان يكون يعني عنده نوع من الوسواس. جميل. ويعمل يعني اشياء فوق المقبول والمعقول. نحن بنشكرك على وجودك معنا، كان معنا من جدة الدكتور زهدي الإمام، عضو جمعية أطباء صدر الأطفال السعودية واستشاري أمراض الرئة والتنفس عند الأطفال بالمركز الطبي الدولي. شكرا لك.